Bu sefer kardeş aile projesinden yararlanmış yanlış arkadaşlardan biri Ahmet Maruf abimiz yanımda şu anda oğlanlarından biri bulunuyor. Adı İbrahim. İbrahim de bu ara üniversite öğrencisi. Kendi ağzından dinleyeceksiniz aile durumunu. المساعدات الأوروبية التي منحتني هذا التوك توك طبعا أنا جبت هذا التوك توك حتى أعيل به عائلتي لأننا مكونون من سبعة أطفال لا نقدر جامعة طبعا طالب جامعة علي دين ثلاث فصول في جامعة العلوم التطبيقية التابعة للجامعة الإسلامية ولم أقدر على سداد هذه الفصول طبعا جئت بهذا التوك توك من المساعدات الأوروبية حتى أعيل به عائلتي حتى يعني استطيع ان اوفر لهم لقمه العيش اليوميه التي نحن يعني بحاجه اليها يوميا هذا وبارك الله فيكم واشكر جميع الرفاق الخيريه على مساندته وعلى وقوفها بجانبنا على مسفيه المساعدات الاوروبيه وبارك الله فيكم حياكم الله حياكم الله ان شاء الله Thank you.